خلال حملة جو بايدن لم يتطرق إلى العلاقات الخارجية، ربما ركز على فيروس كورونا وركز على المشاكل الداخلية. بايدن زار العراق 24 مرة وله باع طويل في السياسة الخارجية خاصة العراق، كيف ترون توجهه بالنسبة للعراق؟ نعم، تحية لك، تحية للأخوات والأخوة المتابعين. في الحقيقة مقدمة أنا أحب أذكر شيء. هزيمة ترامب، ولا أسميها انتصار بايدن، هزيمة ترامب هي في الحقيقة حادثة تشوف كل العالم يرحب بها، وحتى البعض بشكل شماتة أيضا. ليش؟ وهذا مهم كلش، يعني مهم للعالم كله مو بس لأمريكا. أولا أنا أأمل أن تكون هذه الهزيمة يعني أكثر من 300 مقعد أو صوت مقابل 200 وشوية، مو ما تحدث في أمريكا كل يوم. أنا أتصور هذه بداية النهاية لحقبة 3 عقود من السياسة الشعبوية البوبوليستية التي تستند على بالضبط ما كان يمثله ترامب. نحن أعظم، إحنا أنجزنا، أنا انتصرت، بدون أن يكون هناك معنى لهذه الشعارات. الذي استمعنا إلى خطاب بايدن فقط يوم أمس، شفنا عنده نقاط محددة يقول مجالات العلوم، التربية، منظمة الصحة العالمية، كورونا، يعني هاي. ولكن ربما سيد عبد السلام، هذه سياسة الجمهوريين بشكل عام، يعني دائما حروب و يعني تمجيد وما إلى ذلك. الديمقراطيون ربما أخف حدة منهم. لا لا لا، أنا وياك، معروف الجمهوريون أكثر، يعني عندهم ميل للعب دور في السياسة الخارجية. ولكن قبل ترامب أيضا كانوا كثير من الجمهوريين. ترامب ظاهرة غير سياسية. أنا أريد أكمل هل مقدمة فقط لأنفيد ليفهم المستمع إلى بقية كلامي. أنا أتصور نهاية الشعبوية. ثانيا، انتهاء رئيسين شفنا في أمريكا، واحد جاي من الجامعة تقريبا ما عنده خبرة سياسية، ترامب، أوباما، الأخ جاي من الاقتصاد ما عنده أي خلفية سياسية. اليوم يجي شخص من المؤسسة، من المؤسسة الحزبية، المؤسسة الحكومية، من السياسة، راح يرجع السياسة الأمريكية إلى هذا المجال اللي يمكن واحد يقدم فيه تحليل مثل اللي جرابك أشرته، يعني هذا جمهوري هذا شيء. طيب، المهم من ذلك هو العراق سيد عبد السلام. يعني سياسة ترامب، لو رجعنا على ترامب في العراق، كانت فعلياً. تسمح لي باختصار لو سمحت. إذا ما أشرح المنظور، الإطار اللي أفكر به، راح ما راح يكون مفهوم موقفي من العراق. ولكن وقتنا يعني قصير سيد عبد السلام. إذا أحكي لك العراق لازم أحكي لك الفرق اللي راح يصير. وقتنا قصير جداً. أنا أعتقد أنا ضيف، لو شوية تحترموني خلوني دازين علي، خليني أقول شيء لقلبي. نحترم جميع ضيوفنا، لكنك تعلم سيد عبد السلام بأن نسوة الأخبار أجاوب ليس فيها وقت طويل. يلا بدل أخي، خلني استفاد من الوقت، ما نتناقش. تفضل. لكي أجاوب على سؤالك بصورة مباشرة، لكي نفهم ماذا يمكن لبايدن أن يقوم به، يجب أن ندرك بأن فوزه هو نهاية للأسلوب الاعتباطي الفردي التويتري لترامب. اليوم نرجع إلى سياسة عند مستشارين يستشيرهم، ومو مثل ترامب كل يومين واحد من المسؤولين الكبار يستقيل. لذلك يجب أن نتوقع أن السياسة إلى العراق ترجع إلى عهد بوش وكلينتون وقبل أوباما. المصالح الرئيسية لأمريكا في المنطقة، الصراعات المهمة. أنتوا تحدثتوا في تقريركم هواية على كردستان. أنا أصور كردستان هي مو جزء من السياسة الأمريكية أصلاً. أنا كردستان هي جزء من العراق بالنسبة لهم، وحتى طيب. أي تصرف مع كردستان يحسبونها في حساب للعراق. بالنسبة للعراق سيد عبد السلام، سياسة ترامب كانت فعلياً في العراق هو تحجيم فقط دور إيران داخل العراق. هل تتوقع أن بايدن سيداوم على ذلك أم سيعود إلى الخطط التي نسقها مع الرئيس السابق باراك أوباما؟ تحجيم إيران واحتوائها بدأ من عهد كارتر لحد الآن، هو سياسة مستمرة لا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يتنازل عنها. الأسلوب اللي تبع الرئيس هذا اللي يختلف. ترامب ما سوى شيء، بس يحكي، لكن سوى شيء بالعراق أبداً.
يعني هو أوباما اعتبره أنه العبادي راح يمكن إلى أن يطرد الإيرانيين ويجيب شيعة عرب مقبولين عند كل العرب. ظهر العكس. ترامب هو اللي بدأ يعني عملية راح ننسحب من كل مكان، بعد المستشارين يتلحقوا له يقولوا له يابا كذا. لذلك أنا أعتقد ليش قلت لك أحكي على الإطار العام، لما نقول رجعت العقلانية والمؤسساتية إلى السياسة الأمريكية يمكن لنا أن نتوقع أن بايدن سيسلك سلوك السياسات التقليدية الأمريكية، أين يقف العراق من المصلحة الرئيسية ومن الصراعات الموجودة بالمنطقة، هذا اللي يحدد طريقة تصرفه. كما يسمى بايدن إيران واحدة من أهل الأساليب. كما يسمى بايدن سيد عبد السلام بأنه عراب التقسيم، وقد ذكر أنه سيقوم بإحدى خططه سيقوم بتقسيم العراق إلى 3 دويلات شيعية وسنية وكردية، هل من الممكن أن تعود إلى الواجهة هذه التقسيمات برأيك؟ أنا خلي كإعلامي سابق خلي أصحح المعلومة. أولا هو كان في لجنة العلاقات الخارجية لما قال كلمة تقسيم العراق هاي تجربة عربية، هو قال حل الوحيد للعراق هي أن تكون 3 ولايات، لأن العراق يتكون من 3 مجاميع مختلفة لا يمكن أن تجتمع مع بعض. إحنا فسرناها راح يقسم العراق، يا أخي العراق مقسم إلى 18 محافظة إلى هذا التقسيم. بالعكس هو يدعو إلى حل نهائي للعراق، وهو الفيدرالية اللي إحنا بندعو لها. أولا. ثانيا، هو كان عنده 8 سنوات فرصة أنه يرينا هل هو جاد في تحقيق هذه الخطوة كنائب رئيس، ما سوى كل شيء بالاتجاه. يعني ما يمكن لنا أن ننسى كل جوانب ترامب وفقط ننتظر منه يقوم بهذه الخطوة. أنا ما أعتقد راح وضحت يقوم بهذه الخطوة. وأعتبر المقاطعة سيد عبد السلام، وشكرا لسعتي صدرك لأن نشرة الأخبار دائما ما تكون فيها مساحة الضيوف قصيرة. شكرا جزيلا لك.